بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب كلكم تكونوا بافضل صحة وبافضل حال. فيديو جديد وفيديو النهاردة باذن الله هشرح فيه الطريقة الحمد لله اللي انا استخدمتها وحصلت فيها على 4000 ساعة و1000 مشترك. بس المفروض تطبق الطريقة بكل حتة يعني هتقال يعني. فالنهاردة باذن الله الفيديو هيتضمن 3 حاجات. اول حاجة الطريقة الحمد لله اللي انا استخدمتها وحصلت فيها على 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. ثاني حاجة نصايح هقولها، حاجات تجارب انا مريت بيها وتعلمت منها. ثالث حاجة الاخطاء اللي انا وقعت فيها. طيب علشان تدخل يوتيوب لازم يكون معاك 3 اسلحة. هو السلاح الاول يعني انا قلتهم اسلحة صراحة عشان يعني سهل لما تقول عنه اسلحة. السلاح الاول هو سلاح الصبر. اصل انت بتخش كده على بعد ما تنزل فيديو عندك على القناة تلاقي الفيديو عليه مثلا مشاهدة 2 وانت اصلا اللي شاهدتهم بعد ما نزلت الفيديو وتعبان عليه مش عارف قد ايه وعملت فيه قد ايه وقعدت تسجل فيه قد ايه ومش عارف ايه، تلاقي الفيديو عليه مشاهدة 2 3 وانت اللي اصلا شايف المشاهدات ديت او مثلا واحد قريبك اللي شافها لك ومفيش اي مصدر خارجي بيجي لك منه المشاهدات. فالصبر اهم حاجه في اليوتيوب، اهم حاجه جدا. يعني فاكر ان كنت نزلت فيديو اول ما بدات في القناه، نزلت فيديو على اليوتيوب وبعدين الفيديو كان بكواليتي يعني زفت معفنه، يعني الكواليتي بتاع الفيديو منتن معفن خالص. فنزلت الفيديو وبعدين جيت ابص اول يوم مفيش مشاهدات، تاني يوم مفيش مشاهدات، تالت يوم مفيش مشاهدات، قمت سبت الفيديو خالص، سبته خالص وما عدتش باقي اصلا على الاستوديو بتاع اليوتيوب ولا اشوف اي حاجه. جيت بعدها بشهر 2 لقيت الفيديو عليه 500 مشاهده. يعني هو بالموضوع بس عايز صبر منك، اللي انت تصبر مش اكتر. تمام، سلاح الصبر. تاني سلاح هو سلاح الاستمراريه. لما انت تنزل فيديو او فيديوهين او 3 وما يجيلكش دعم، ما يجيلكش اشتراكات، ما يجيلكش مشاهدات، تبدا تمل وتزهق، تقول لا انا مش هقدر اكمل مش عارف ايه. فعلا كان بيجي الاساس دوت وكنت بقى بوقف فيديوهات بقعد اسبوع ولا اسبوعين واقعد بالاشهر شهور والله بعد ما نزلش فيديوهات، لحد ما انا قعدت من 3 2018 لحد 5 2019 ما نزلش فيديوهات من كتر الملل والزهق. يعني زهقت، مفيش فيديوهات اصلا بتيجي ولا فيش مشاهدات بتيجي ولا في اي حاجه. وبعدين ابتديت مره تانية والحمد لله ونزلت الفيديوهات ومسحت اي فيديو قديم انا كنت عامله، قلت هبدا من جديد واقاوم عدم المشاهدات واقاوم الملل واقاوم ده كله علشان انجح. يعني انت لازم، انا صراحه لسه يعني انت تقول لي انت بتتكلم ليه، صراحه انا ما بتكلمش بس اقول الحاجات اللي انا استفدتها يعني من التجربه بتاعتي، عشان انا اصلا لسه يعني يعتبر ما دخلتش قوي، لسه 1000 مشترك بس حبيت اشارك معاكم تجربتي. طيب بعد ما يبقى معاك الصبر وبقى معاك الاستمراريه لازم يكون معاك حاجه مهمه جدا، وان انت ما تتجهش لاي انتقاد ايا كان. طول ما انت واثق في نفسك اوعى تتجه لاي انتقاد، اوعى تتجه لاي انتقاد ايا كان. يعني مثلا في فيديو عندي ثانيه واحده اجيب لكم الفيديو، الفيديو ده عليه تعليقات منتقده بالكتير من هو الفيديو ده بالذات. ليه؟ لان الطريقه بتاعته نفعت مع ناس وما نفعتش، يعني نفعت مع ناس وناس ثانيه ما نفعتش مع الفيديو دوت. الفيديوهين دولت جايبين انتقاد عندي عالي جدا جدا جدا. الطرق بتاعتهم نفعت مع ناس وما نفعتش مع ناس تاني، وناس بتشكرني وتقول لي شكرا ومش عارف ايه ومتشكرين، وناس بتشتمني وتسبني بالام والاب وخد عندك بقى كله. ولازم يكون عندك سلاح لو انت ما تتجهش لاي حد، اي حد بيشتمك ما تتجهلوش خالص، اعمل نفسه هو اصلا مش موجود، لان انت لو وقفت هو عمل اللي هو عايزه. فانت اوعى تقف وخليك مستمر. طيب الثلاث نصايح بتوعنا الاستمراريه، الصبر، عدم الاتجاه لاي انتقاد يتوجه لك. طيب بعد كده نخش على التجارب اللي انا مريت بيها. اول حاجه لازم تهتم بحاجه اسمها السيو. السيو دوت اللي هو انت لازم تعمل صوره مصغره احترافيه، تعمل موقع يجذب الناس، تعمل كلمات مفتاحيه وشارح ده كله، شارح الصوره المصغره الحمد لله وشارح كلمات مفتاحيه وشارح الحاجات دي كلها في فيديوهات عندي على القناه لو عايز تشوف وتستفاد. طيب بعد ما تخلص ده كله يكون لازم يكون عندك اللي انت ما تتجهش لطريق تاني غير المحتوى بتاعك. يعني انت مثلا انا بنزل في التقنيه والله العظيم انحرفت ونزلت فيديو عن مسلسل انا قبل في البدايات خالص، نزلت فيديو وجاله مشاهدات بس بعد ما الحمد لله القناه كبرت شويه رجعت ومسحت الفيديو مع انه كان جايله مشاهدات كويسه، مسحت الفيديو بس هو ما كانش محذوف وكان عليه مشاهدات بسم الله ما شاء الله، وحذفت الفيديو وده اللي خلاه يقلل لي في عدد الساعات واخرني ان انا احقق 4000 ساعه و1000 مشترك. فانت خليك في المحتوى اللي انت بتقدمه ما تنحرفش عنه، عشان لما قناتك باسم ان شاء الله هتكبر انت هتزعل اللي انت عملت كده. فانا مسحت الفيديوهات اللي كانت عندي اللي كانت مخالفه المحتوى اللي انا بقدمه. تمام، فانت خليك مستمر في المحتوى بتاعك. الاخطاء اللي انا وقعت فيها ايه بقى؟ الاخطاء اللي انا وقعت فيها اللي انا يعني بقيت اي ترند اشوفه انزل فيديو عنه،
مش عارف مين منزل اغنيه انزل فيديو عن الاغنيه، مش عارف مين انزل بتاع انزل فيديو عن البتاع، وفي ناس بتقول لك اعمل فيديوهات عن كده. طيب مثلا يعني نفترض فادو كشف نزل اغنيه، فادو كشف نزل اغنيه، الاغنيه دي تقعد مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر بس خلاص الاغنيه اتنست، في اغنيه تانية نزلت مش عارف فنان تاني منزلها خلاص اتنست الاغنيه بتاعت فادو كشف اتنست، فالمشاهدين بتاعتك مش هيجيلك. انما انت مثلا شغال في المحتوى التقني فعامل كيفيه عمل لوجو، هل بعد 3 سنين 4 سنين واحد مش هيبقى عايز كيفيه عمل لوجو؟ لا، في ناس يعني الناس لسه بتكبر والناس لسه بتتعلم، فالاستمرار شغال. زي ما واحد مثلا في المدرسه خلاص اتعلم والمدرسه مش تقفل، لا عشان في ناس تانية هتطلع عايزه تعرف ازاي تتعلم. فانت خليك مستمر في المحتوى بتاعك وباذن الله ربنا هيوفقك. والخطا اللي انا وقعت فيه واكبر خطا اللي انا كنت بروح اعمل تبادل زيارات، والله ايه عملت يعني مثلا يعني ما كنتش بعمل صراحه، بس كنت منضم للجروبات ديت وكنت بشوفهم بيعملوا ازاي، بس ما كنتش بعمل، بس كنت هقع في الخطا، بس الحمد لله ما وقعتش في الخطا ده. انا يعني كنت لسه هقع في الخطا اللي هو اللي انا اروح اقول له تبادل 2 مع 2 ومش عارف ايه، لا يعني مثلا انا اشترك لك مرتين من ايميلين وانت تشترك من ايميلين، لا الموضوع دوت مش كويس. طيب ليه مش كويس يا فؤاد؟ لان انت مثلا إيه، انت رحت لواحد على مثلا جروبات دعم اليوتيوب وتبادل معاك 2-2، مثلا الشخص ده بيهتم بمحتوى كوميدي وانت بتهتم بمحتوى تقني، انت اشتركت عنده في القناه وهو اشترك عندك في القناه، القناه بتاعتك محتواها تقني والقناه بتاعته محتواها مثلا كوميدي، فهو مالوش في التقنيه خالص، هل لما يجي له اشعار اللي انت نزلت فيديو هل يخش عليه؟ مش هيخش عليه، فيبقى عندك عدد المشتركين يعني منظر، هو عدد المشتركين منظر بس اللي عندك، مش هيبقى عدد فعلي الناس واخد عليه. يعني مش يعني مثلا تلاقي واحد مثلا عنده 1000 مشترك بس اي فيديو بينزله بيجي عليه 100 مشاهده مثلا او 70 مشاهده، وتلاقي برضو واحد عنده 2000 مشترك واي فيديو بينزله بيجي عليه 9 مشاهدات. ليه؟ ان الاشتراكات اللي عنده هو جايبها من ناس ملهاش دعوه بالموضوع، يعني هو راح قال له معلش اشترك لي عشان اشترك لك بس، لكن لما تسيب فيديوهاتك بتاعتك لوحدها الناس تشترك لك، هو الشخص ذات نفسه بيبقى عايز الموضوع ده، فبيشترك من يعني هو بيبقى راضي ان هو مشترك وبيبقى مستني كل جديد منك. فده الاخطاء اللي انا وقعت فيها، والفيديو بتاع النهارده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا شكرا على الدعم اللي انتوا جايبوه لي دوت، دعم خرافي خرافي، والحمد لله عدينا 4000 ساعه و1000 مشترك. بس ما تنسوش تحط لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتحط لنا سبسكرايب للقناه عشان توصلك جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.